الاختطاف لم يكن بغرض القتل فقط وإنما لأسباب أخرى. عايز أقابل أهالي الشباب دول. القضية اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. مين نورهان دي؟ وانت بتغيري ولا ايه؟ أغير؟ لا طبعا بتغيري، والله العظيم بتغيري. ربنا يصبرك يا شيخ إبراهيم. إبراهيم إسحاق يوحنا. يعني انت بنتك راحت على ايد الارهابيين اللي بيدعوا الاسلام وانت اديك قلتها بيدعوا. لو اللي انت بتقوله ده صح يبقى غاده جت تحت رجلي. الورق اللي قدامك يا فندم بيثبت كل كلمه انا قلتها في توريط غاده كامل في قضيه بيع الاعضاء. الارهاب ما بيفرقش يا استاذ هلال، ودي مش اول حادثه تحصل. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعه كانت مفتوحه واعضائهم متاخده منهم. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. الكليه المطلوبه في الشنطه، ودي نتائج تحاليل الناس الجديده. في خبر عن بعض قيادات ورجال الدين اللي راحوا يعزوا، ممكن سيدنا يكون واحد منهم. سيدنا واستكر المركب اللي في مذكرات مريم، يعني سيدنا نوح، بالتالي ده اللي كانت تقصده مريم. هلال كامل الصحفي، مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق ال20 شاب اللي اتقطعوا من غير شفقه ولا رحمه. دي يا فندم الأوراق والملفات اللي بتثبت الفساد المالي وتورط المدعو جمال الصياد. عايز ايه زيزو؟ عايز نقول لك بحبك؟ اه يا سيدي بتنايل بحبك خلاص؟ لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. اتحجبتي؟ اصل انا اتفرجت على درس ديني على الحجاب، بصراحة كده خفت من اللي اتقال، قررت اتحجب. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحه، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. انا مش متضايق من اللي انت لابساه، انا متضايق من كلمة خفت اللي انت قلتيها. وأنا بنصحك يا هلال بلاش تقف في وجه الطوفان. وهتعمل إيه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبليهم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. إيه ده؟ الناس دي مش سهلة خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. وإحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطف؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه يا زيزو؟ في بلاغ متقدم من نجلاء عبد الرحيم فهمي بتتهمك فيه بتورطك في قضيه لبيع الاعضاء البشريه، والاوراق اللي عندي بتقول انك كنت بتستغلي فقر بعض الناس الغلابه وتمضيهم على تنازلات لبيع اعضائهم، وطبعا الحالات دي معظمها كان بيتوفى بعد العمليات اللي بتحصل لهم. وبعد فتره تم القبض على كل المتورطين في المستشفى دي بتهمه تجاره الاعضاء البشريه. واظن حضرتك محاميه وعارفه التنازلات اللي كنت بتعمليها دي عقوبتها ايه في القانون. طبعا يا فندم، انا قانونيه وعلى درايه بالقانون. بس الحقيقه البلاغ المتقدم من المدعوه نجله ده بيسمى في القانون بلاغ كيدي زي ما حضرتك عارف، لأن الأوراق اللي قدام حضرتك دي متلفقة وأكيد مزورة. وإيه اللي يخلي نجلاء تقدم فيكي بلاغ كيدي؟ أنا محامية وليا اسمي وسمعتي، والغرض من البلاغ ده التشكيك فيا والتشهير بيا وبسمعتي. ده لأني سبق وتقدمت ببلاغ ضدها وضد شريكها المدعو عامر. ومين شريكها عامر ده؟ ده يا فندم واحد كان بيهددني وبيطالبني بمبلغ مالي كبير نظير اني ما اكشفش الفساد اللي انا بتهمه بيه، وكمان عشان ما افضحهمش وافضح بلاويهم السوداء. وهددوني هو ونجله ان هم هيفضحوني وهيشهروا بيا عن طريق الاوراق اللي قدام حضرتك دي. والدليل على كلامي يا فندم رساله نصيه جايه من تليفونه على تليفوني برقم حسابه في البنك عشان احوله عليه فلوس. وليه ما بلغتيش يا استاذه غاده؟ مين قال كده؟ أنا بالفعل تقدمت ببلاغ للرقابة الإدارية، وتم إصدار أمر بالضبط والإحضار لكل اللي أنا اتهمتهم، ومن ضمنهم نجلة وعامر. أظن كده أنا وضحت الصورة لحضرتك. وبيتهيألي دلوقتي من حقي إني أطالبهم بالتعويض نظير التشهير باسمي وسمعتي. إيه ده؟ في إيه؟ اتفضل معانا. على فين؟ الرقابة الإدارية. نزل إيدك. نزل إيدك. يعني ايه مقبوض عليا؟
انا ما عملتش اي حاجه عشان اجي معاكوا في حته. ارجوك يا مدام اتفضلي معانا في هدوء ومن غير شوشره وهتعرفي كل حاجه بعد كده. جمال بيه. ايوه نعم. عندي اوامر بالقبض عليك. اوامر من مين؟ الرقابه الاداريه. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم جمال الصياد. عارفين كل حاجه يا فندم، يا ريت تتفضلوا معايا ومن غير شوشره. نزل ايدك دي، نزل ايدك. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ استاذ جمال متهم لاستغلال منصبه والتربح من خلاله، ومعايا امر ضبط واحضار من الرقابه الاداريه. ما صدقهمش يا فندم، انا طول عمري في خدمتك. معقول يا جمال؟ انت بتخون الثقه اللي انا اديتها لك يا فندم. انا انت تسكت خالص. اتفضل نفذ الامر اللي معاك. تحت امر مالك. ايوه يا فندم. يا فندم حالا 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 يا فندم هيكون عند حضرتك. حاضر يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. برضه رؤوف ما بيردش. احنا لازم نتحرك بسرعه يا هلال. انا حاسس ان انا متكتف ودماغي مقفوله ومش عارف افكر. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه حفيدك معانا يا هلال، هيفضل في امان لحد ما نخرج بره البلد. ساعتها بس هنقول لك مكانه فين وتروح تجيبه ازاي. لكن نبه على صاحبك اللي اسمه رؤوف ده، قول له انه لو حاول يقرب لنا او يهاجمنا باي شكل من الاشكال مش هتشوف حفيدك تاني. لو زيزو جراله حاجة مش هسيبكم. دي اعترافات العيال يا فندم اللي اتقبض عليهم بتوع الخلايا الإرهابية، بيتبلغوا التعليمات من أبو مصعب يعملوا تفجير كنيسة وجامع في وقت متزمن. عايزين يعملوا فتنة في البلد. يعني هو التصور الساذج اللي عندهم دايما إن هم يعني لما يعملوا كده الناس هتنزل يعني تدب في بعض وبتاع. المهم فرغت الأجهزة اللي معاهم؟ يا فندم طبعا، ودي لستة بأرقام التليفونات ومدة كل مكالمة والجهة اللي اتصلوا بيها. ده 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 في خلال اعمل تحرياتك عنهم. تمام. وأي واحد مشتبه فيه انضمام الخلية يتقبض عليه فورا. أوامر يا فندم أوامر. ازيك يا هلال؟ الحقني يا فؤاد بيه، خطفوا زيزو. خطف؟ مين اللي خطفه؟ تسمح لي أكلم سعادتك؟ شكرا يا أستاذ هلال. سيد نوح اتصل بيا وهددني. انت فين دلوقتي يا استاذ هلال؟ الو. ايوه يا مؤمن انت كويس؟ هيبقى كويس لو قلت لنا مكانكم فين بالظبط. ها عرفت بيتكلم منين؟ إيه؟ للأسف يا باشا ما لحقتش. طب هات لي بيانات الخط بسرعة وفي أسرع وقت تعرف لي مكان المكالمة من شركة المحمول. تمام يا باشا. انجز. زيزو لازم يرجع. الولد ملوش دعوة بحاجة. اهدى يا أستاذ هلال، إحنا مش ساكتين. أوعدك زيزو هيكون معاه خلال ساعات. في قوة أمنية متجهة دلوقتي لسيد نوح وهيتجاب من أي حتة هو موجود فيها. وزعنا نشرب أوصافه على اللجان والأقسام وكل حتة إنه مطلوب القبض عليها. هات لي الواد اللي اسمه طه من بره، القنصل اعتمده في الطلبيه الجديده. حاضر يا دكتور. هو حد من العيال اللي معاه بره يحس بحاجه؟ لا ما تقلقش، هفهمهم ان انا رجعته بلدهم عشان شغله ما عجبناش لحد ما يجي الدور عليهم. انت يا عم جلال مفيش حد في المخروبه دي ولا ايه؟ يا راجل انت عامل دوشه كده ليه؟ عاوز تليفون. جلال قال لي هيشحنوني وما جابوش لحد دلوقتي. لما يجي بقول له. ايه في ايه؟ ايه يا عم جلال؟ انا غلطان اني سبت لك التليفون. لازم اتصل بالبيت عندي. خدوا الواد ده كتفوه وربطوه مع الواد اللي جوه. يكتفوا بيه؟ على اليمين ده انا قتلك واقف لك مطرحك. اوعى يا ريس جلال.
كده؟ ايه يا عم؟ تسمع عن الغرقان اللي بيتعلق بقشاية يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشاية. لو قلتلي بقى ابو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين؟ اوعدك حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقة الغربية ووزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسنال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد لو حصل له حاجة انت اللي هتدفع الفاتورة. انا مش هستنى حد. هتدفعها. استاذ هلال. اسود. استاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الولد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. وانت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ يضحك يضحك. ايوه كده. اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طاهر. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده. اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغوا الحكومة.
بس يلا، وانا مش سبق وقلت لك الف مرة يا هلال قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومة تقرب منكم. انهي حكومة؟ الحكومة اللي واقفة لنا برا بحصرانا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. لكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في بيتك من الدم برضو الدم عندي مباح. زيزو ما تخافش حبيبي. اهدى يا هلو، اهدى، حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص، بعدين ده انت اللي معلمنا ان انا ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هلو. اوعدك حبيبي. وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها، انا بحبك قوي يا هلو. وكلنا على الحي الذي لا يموت.
أنا إذا خلي أعلى من الجميع إحنا ما بنتهيش وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. طب يا دكتور للاسف الرصاصه جات له في مكان خطر جدا وتسببت له في نزيف داخلي ودخل في غيبوبه. يعني ايه؟ انا هكون صريح مع حضرتك، هو حاليا عايش على اجهزه. تقصد تقول ان ابني هيموت؟ عايز ابني مش هيموت. اهدي يا غادر، اهدي يا حبيبتي، اهدي. مالكش دعوه بيا، انت السبب. عشان تكون فاهم، ابني مش هيموت. بس بعد التحقيق مع سيد نوح، هو قال ان الشخص الوحيد اللي هو يعرفه هو ابو مصعب، لكن مين اللي بعده في الترتيب هو فعلا ما يعرفش. اما عاطف بقى، عاطف الحقيقه قال على كل حاجه، اعترف بكل حاجه، وقال انه اثناء حادثة الاتوبيس كانوا بياخدوا توجيهاتهم من واحد اجنبي. اجنبي؟ اه. حاولت اعرف جنسيته الحقيقه يا فندم، بس ما استفدتش باي حاجه، ما استفدتش منه باي حاجه، وسيد نوح انكر تماما معرفته بالاجنبي ده. ابو مصعب ما وصلتوش معاه حاجه؟ ابو مصعب الحقيقه تصور حضرتك رافض انه يتكلم تماما. طبعا ده المتوقع منه، انت عايز واحد قام بكم العمليات الارهابيه دي هو وجماعته ويتكلم بسهوله؟ رؤوف، احنا لو عرفنا مين اللي قرب ابو مصعب يبقى جبنا القضيه دي من اخرها. يا فندم سعادتك، ابو مصعب ده انا هخليه يقول كل حاجه من ساعه ما كان عمره سنه واحده. مهم، بالنسبة لهلال مفيش جديد؟ الحقيقة حالة الحزن اللي هو فيها أنا عندي إحساس إنها مطولة يا فندم، إلا إذا حالة زيزو تحسنت، لأنه هو بشكل ما عنده إحساس إن هو السبب في اللي حصل لعفيده. بس هلال عارف خطورة الحرب اللي هو داخلها مع الناس دي، حرب مش سهلة، والناس دي ما تعرفش غير لغة الدم، خصوصًا إن هلال كان اتعرض للقتل قبل كده. آه بس هو ما جاش في باله أبدًا إنه حفيده يتاخد بذنب هو، أصل حضرتك ما تعرفش حفيده ده بالنسبة له إيه. يا رؤوف انت نسيت ان اعرف هلال من سنين طويله، بس انا متاكد ان هلال هيخرج من المحنه دي بسرعه، مش هلال اللي يستسلم بسهوله.